سامر، أعود إليك وأنت من أمام القاعة. قيل أن هناك قرابة 1000 شخص شاركوا في هذا الاحتفال، هل القاعة كبيرة تستوعب هذا العدد أم كان هناك اكتظاظ فيها أكثر من الطاقة الاستيعابية؟ أي معلومات تحصلت عليها تطلعنا عليها؟ رونك، تستطيعين أن ترين جزء ما تبقى من هذه القاعة، وهو يعني إطلال قاعة أعراس. الجزء الذي سقط من المبنى بفعل الحريق يظهر الآن أمام الكاميرا. بحسب من كان موجود هنا يتحدث عن أن القاعة تتسع تقريبا لأكثر من 750 شخص على الأقل. الاكتظاظ الذي كان موجود هو بسبب الاحتفالات الشعبية هنا، عندما يكون العرس تجتمع العوائل بالعشرات وربما تصل حتى المئات. لكن أنت تشاهدين الآن روناك ما فعله الحريق بهذه القاعة، دلالة على أن الحريق يعني أتى على كل ما موجود في القاعة، وأصبحت ركام القاعة كبيرة تتسع لألف وربما يزيد أكثر عن هذا العدد. لكن المهم هنا روناك هو التضارب في الإحصائيات. هناك إحصائيات رسمية وهناك إحصائيات من قبل وزارة الصحة. إحدى الإحصائيات الرسمية والتي تحدث بها قائد عمليات نينوى يتحدث عن 87 ضحية ويعني أكثر من 150 ضحية مصابون، تتراوح إصاباتهم بين الخطرة والمتوسطة والخفيفة. جزء من تم نقلهم من المصابين إلى مستشفى الحمدانية، وجزء إلى أربيل، وجزء آخر أيضا إلى مستشفيات نينوى. ما زال الكثير هنا يصلون تباعا لمشاهدة ما حدث في هذه القاعة. البعض يبحث عن ذويه، والبعض الآخر يرى ما حصل في هذه القاعة من حريق، وتحول بفعلها هذا العرس إلى ما تشاهدينه هناك، حالة من الحزن خيمت على هذه المنطقة، على هذه القاعة. والكثير ما زال يتفقد العوائل الموجودة هنا، ما زالت تتفقد ذويها، هل هم متواجدون هنا أم لا؟ طيب، هل تم التأكد أنه لا جثث تحت ركام القاعة، كون أن هناك من قال من المسؤولين أنه تم التأكد من فرق الدفاع أن لا أحد تحت الركام؟ سامر روناك، بحسب المشاهدات الحية وصلنا قبل دقائق إلى هذه المنطقة، ما تزال فرق الدفاع المدني موجودة حتى الساعة، وأنت ربما تشاهدينها. البعض منهم بدأ يغادر هذا المكان، وأيضا البعض الآخر ما زال موجود هنا. على ما يبدو أن الفرق ما زالت تبحث حتى الساعة إن كان هناك جثث تحت الركام أو انتهت عمليات البحث. والآن بدأت حتى وزارة الصحة بعد الوفيات وكذلك المصابين، لأن البعض قد نقل إلى محافظة أربيل وهو من هذه المنطقة، حيث يبعد تقريبا ساعة عن هذا المكان، وبالتالي هناك عمليات فقد لبعض الضحايا وذويهم. طيب، سنتابع معك خلال تغطيتنا المتواصلة يا سامر حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي من نينوى من أمام قاعة الأعراس المحترقة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.